باريس، وباريس كانت شاهدة على تتويج الريال في سنة 2000. ذكريات سينيور ديل بوسكي وراؤول غونزاليز في العرضية والراسية. الراسية لكريم بنزيما، ومساحات مبابي، وصل على مبابي وتسديد جول. ماذا سيفعل مودريتش؟ يتقدم مودريتش، تسديدة وجول. بنزيما العرضية الراسية، بنزيما مرة أخرى. الصافرة الهولندية تنهي الشوط المباراة الأول بتقدم نادي باريس سان جيرمان. نهائي قبل الاوان بالنظر الى فينيسيوس، يمشي كريم بنزيما، فينيسيوس لا زالت مدريدية، وتعادل وتعادل. جول بنزيما، جول بنزيما، جول الريال اخر، منعطف اخر، والعرضية والراسية. بنزيما والثاني كان مدريدية، مودريتش، بيليا، بنزيما، جول. جول بنزيما يعود من جديد، بنزيما يسجل من جديد. مودريتش، هذا هو الريال والريمونتادا في الطريق. جول اشهد يا تاريخ، سجل يا تاريخ، انا الكريم بنزيما. الدقيقة الرابعة وصافرة نهاية المواجهة، بانتظار فريقك يا كريم بنزيما في ليلة، نعم استمتعنا بها بأحلى كرة باريسية في الشوط الأول. كريم بنزيما والسلساو فينيسيوس جونيور باختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي. حكم المباراة الفرنسي كليمون توربان سيعطي ضربة البداية. هذه القيمة الدفاعية لفالفيردي، شوف بنزيما يا سلام، مستورة إلى الأمام، هذه كرة الجول، كرة الجول، فينيسيوس جول، غريبة بأمسع، وهذا فينيسيوس يعادل، والجول، كريم جول، كريم جول، بنزيما فرنسي، حضرية مودريتش، ومن أخرى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على تشيلسي بهدفين لهدف. التسوي رايا من تركيا، يعادل الفيكويتا، يوسع، غريبة، مش معقول وغير مقبول. كرة لكريم، جول كريم، جول كريم، جول جول. نزع بنزيما مرة أخرى، بنزيما رويال مدريد 37 عام ويلعب في منطقة الجزاء. نقول ألف مبروك لجمهور ريال مدريد بقوة الكريم.
البحث عن كرة بتمرير على داخل منطقة الجزاء. دائما العطاء. الريال ما زال عنده كرة الآن. ريودو من دي بروين. دي بروين الأرضية. بوبو خطيرة. دي بروين وغابريال جيسوس ودول. السيتي متفوق بثنائية الريال. من دي توزيع ضايع بنزيما. وبوبو دول. كريم بنزيما دول. كريم بنزيما دول. فرناندينو مرة ثانية. خلف فرناندينو ذات سرعة. إلى مدرسة الأرضية. عن طريق الهجوم خطير ورياضو جول رياضو جول خلص رياض محرز في الدقيقة 72 أول كرة وصلت له أول لمسة توصل له أول تبلو كافينجا 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 كريم وجول كافينجا جول رودريجو رودريجو اللحى السيناريو المذكور السيناريو المذكور مش كارفخال يا كارفخال حط الكرة الثاني فما حاجة يمشي الفينجا حتى الكرة رودريجو خطيرة ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء للريال ضربة جزاء كريم البرازيلي كريم بنزيما